تسأل أولا عن النقاب، هل هو واجب أم سنة، وما هو الدليل من القرآن والسنة، لأنه حصل عندنا اختلاف حول هذا الموضوع، أفيدونا جزاكم الله خيرا. نعم، تغطية الوجه واجبة عن الرجال الذين ليسوا من محارم المرأة، وهذا يرجع إلى عادة البلد، إذا كان من عادتهم لبس النقاب وهو لا يستر الوجه ولا يبدو منه إلا العينان فقط فإنها تلبس النقاب، وإذا كانت من البادية ومن عادتهم لبس البرقع وهو يشبه النقاب أيضا يستر الوجه وتبدو منه العينان فإنها تلبس البرقع. أما إذا كان من عادتهم لبس الغطاء الكامل وتغطية الوجه بكامله كما في غالب كثير من الحضر فإنه يجب عليها أن تغطي وجهها بما جرت العادة بتغطيته. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.